إذا قيل لك هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر وأرشد أحد أصحابه إن طالت به الحياة أن يحذر من الشرك؟ فقل نعم. جاء في المسند عن رويفع قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من تقلد وترى تمائم، علق تمائم أو غيرها، أو عقد لحيته، لأنهم كانوا يعقدون فيما مضى في الجاهلية تكبرا، أو لدفع العين، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وآله وسلم.